أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. لكي ينكشف لك معدن شخصية ما تحتاج إلى مخالطتها، والمخالطة في ظرف دون ظرف يكشف هذه الشخصية ومعدن هذه الشخصية أكثر من أي ظرف آخر. أنا خالطت الأخ العزيز الغالي علينا جميعا أحمد المقابي أبي عمار لمدة 3 سنوات في السجن، وفي المحنة وفي الضيق ينكشف معدن الإنسان أكثر من وقت الرخاء، فما وجدته إلا إنسانا صادقا صابرا ثابتا صامدا لم يأخذ السجن من عزيمته شيئا، بل لم يزده إلا إصرارا وتحديا وثباتا على ما هو عليه. أطرح بعض النقاط التي لمستها في شخصية هذا الرجل الفريد. أي مجتمع من المجتمعات لكي يرتقي، لكي يحفظ ويحصن من الانحراف، يحتاج إلى جملة من الشخصيات التي تجعل المجتمع همها الأول وأولوية من أولوياتها. أبو عمار كان هم المجتمع وسد الحاجات والثغرات وما يحتاجه المجتمع همه الأول، وكان أولوية بالنسبة لديه أستطيع أن أقول أكثر من حاجات أسرته، يعني كان يقدم حاجة المجتمع. ولعل الذين خالطوه وعرفوه يعرفون هذا الأمر ويجزمون به، كان يقدم حاجة المجتمع، كان يقدم خدمة المجتمع، كان يقدم ما يمكن أن يسد فراغا يحتاج أن يسد في المجتمع على حاجته الشخصية وعلى حاجة أسرته. وهذا خير مثال لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستكمل إيمان امرئ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفعلا أنا خالطته داخل السجن ورأيت هذا أيضا خارج السجن، هو يقدم إخوته على نفسه ويقدم مجتمعه على نفسه، وهذه ميزة فريدة تجدها في القلائل من العاملين. لم ألمس منه وأستطيع أن أقول جازما إن الذين خالطوا أبا عمار وعملوا معه يجزمون بهذا الأمر، لم أره أبدا يتطلع ثمنا لخدمته جاها ولا منصبا ولا مردودا ماليا، كان فقط يرجو رضا الله سبحانه وتعالى وأن يرتقي هذا المجتمع لما هو أفضل مما هو عليه. هذا كان شنو؟ أبو عمار. هذه واحدة من الأمور التي من المفترض أن تتوفر في كل مؤمن وفي كل إنسان يدعي أنه يحب المجتمع. نقطة أخرى لمستها فيه أنه إذا اقتنع بأمر أن هذا الأمر من المفترض أن يتحقق
وفيه صلاح للمجتمع ورضا لله سبحانه وتعالى تجده سباقا. احنا عندنا في الشريعة نقول شنو؟ في واجب نقول واجب كفائي واجب عيني. هو خدمة المجتمع ما يراها واجب كفائي، يعني من الناس اللي تشوفه في الصف الأمامي لرافع هذه الحاجات وسد هذا الفراغ. لهذا نجده منذ الثمانينات، يعني منذ بداية شبابه، له بصمة في العمل السياسي والاجتماعي والتوعوي والثقافي على مستوى مناطق البحرين وبالخصوص في منطقته المقابة. أهل المقابة لا ينكرون ذلك ولا ينكر المتتبع ذلك، أن هذا الرجل له هذه البصمة وله هذا الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخوانه المعتقلين الفرج القريب والعاجل. لذا نجد لما له من هذه الحركة أن النظام يستهدفه في كل مرة يتعرض هذا النظام إلى هزة. في الثمانينات اعتقال وتنكيل وسجن، في التسعينات اعتقال وتعذيب وحشي ثم سجن وحكم، وفي هذه الثورة المباركة اعتقال وتعذيب وحشي لا يصدر من بشر ثم سجن ظالم. هذا لماذا؟ لأن الرجل همه الأول هو خدمة هذا المجتمع والعمل بما يسميه الناس أنه شنو عمل تطوعي، هو يراه عمل شنو؟ واجب، عمل رسالي. يعني تجد أناس لهم بصمات جيدة ويعملون في المجتمع، لكن العمل السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التوعوي ليس أولوية في حياته. يعني قد يكون مصلحته الشخصية والذاتية وتنمية شخصيته مقدم على مصلحة المجتمع، مخلص للمجتمع، لكن يجد بأنه شنو؟ بأن هذا الوقت الذي يتعارض والجهد الذي يتعارض مع المجتمع يفيد به نفسه قبل شنو؟ قبل المجتمع، أو أسرته قبل المجتمع. بينما أبو عمار لا، كان يقدم المجتمع على نفسه وعلى أسرته. فلهذا نجد يتعرض لهذا الاستهداف الظالم في كل مرة يتعرض لها النظام إلى هزة من الهزات، ونجده من أول الأشخاص الذين يستهدفهم النظام، ويتعرض للتعذيب الوحشي لا لشيء، انتقاما فقط، انتقاما لسلوكه وحركته في المجتمع. نسأل الله له ولبقية المعتقلين الفرج القريب العاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بالنصر القريب العاجل على هذا الشعب الكريم وعلى جميع المناضلين في مشارق الأرض ومغاربها، والحمد لله رب العالمين.